الإخوة والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية، ومرحبا بكم في كبسولة جديدة غادي نتكلم فيها على قصة السلطان المسلوخ. وشكون هو هاد الشخصية هذا اللي أهلو سلخو جلدو وشقو البطن ديالو وعمروه بالتبن ملي خانوهم؟ كتبدا القصة في سنة 1578 ميلادية، ملي لجأ السلطان السعدي محمد المتوكل إلى ملك البرتغال سيباستيان باش يدعمو في الحرب على المملكة اللي خلعو منها عمو عبد الملك السعدي، بعد ما شاف استبداد ابن أخيه اللي انشغل عن شؤون الحكم بالسهر والمجون. وكان وقت ما نبهو شي حد من المقربين للأفعال ديالو كيقوم بقتلو أو سجنو، بحيث قتل خلال سنوات حكمه الأولى زوج من خوتو وسجن الثالث. وفي هذه الأجواء جاء عمو عبد الملك السعدي للعثمانيين يستنجد بهم لإنقاذ البلاد من أبناء أخيه المراهق المستبد، حيث غادي يمدوه الأتراك 5000 من الجنود. ومن اللي حس محمد المتوكل بأن العم ديالو قريب من السيطرة على البلاد ترك العرش ولجأ لملك البرتغال كيطلب نصرته على عمو، حيث غادي يشترط عليه الملك البرتغالي يمنحو مقابل إرجاعه للعرش جميع شواطئ المملكة، وهو ما تعهد به محمد المتوكل. وباش يبرر خيانته أمام علماء البلاد والنخبة ديالها كتب رسالة كيشرح فيها أسباب لجوءه إلى النصارى اللي فضل يسميهم أهل العدوى. وجا جواب علماء البلاد حاسم مفند لمزاعم السلطان الخائن، وقالوا أن قولك في النصارى أنك رجعت إلى أهل العدوى واستعظمت أن تسميهم بالنصارى ففيه مقت لا يخفى، وقولك رجعت إليهم حين عدمت النصر من المسلمين ففيه محظوران يحذر عنهما غضب الرب جل جلاله، أحدهما كونك اعتقدت أن المسلمين كلهم على ضلال وأن الحق لم يبقى من يقوم به إلا النصارى والعياذ بالله، والثاني أنك استعنت بالكفار على المسلمين. وفي يوم الاثنين 4 أغسطس 1578 ميلادية وقف السلطان السعدي على الضفة الجنوبية من واد المخازن على رأس 40,000 مجاهد فيما اصطفى خلق الملك سيباستيان جيش مكون من 130,000 جندي. لم يتعد زمن المعركة 5 ساعات، استطاعوا المغاربة يهزموا جيش أكبر إمبراطوريات الدنيا آنذاك. أما السلطان الخائن محمد المتوكل مجرد ما شاف موت صديقه البرتغالي حتى هم بالفرار عبر قنطرة النهر واللي كان الجيش المغربي هدمها قبل، حيث عثروا عليه غريق وتم تسلخ الجلد ديالو وتملأت البطن ديالو بالتبن وطافوا به في أرجاء المغرب، وعرف بعدها بالسلطان المسلوخ عن موقع مغرب بريس بتصرف. أحبائي، حتى نتلقاو في كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى. تحياتي الصادقة.